اليوم، وخلونا نتابع فقراتنا من خلال صباح الشروق وننتقل لواحدة من ولايات السودان الحبيبة، نمشي بلد الحضارة كرمة ونمشي للولاية الشمالية ونشوف تحديدا واحدة من الحضارات القديمة جدا، حضارة كرمة. نحن ما هنتكلم عنها لكن نخلي عين الكاميرا هي تورينا وتوري المشاهد. تابعونا وكونوا معنا عبر صباح. على امتداد الحضارات الإنسانية المتعاقبة، ظل الإنسان محور بقائها على وجه هذه البسيطة وعنوان العظمة بها والخلود. حضارة كرمة من بين الحضارات التي تسجل نسبا عالية من اهتمام الباحثين من كافة أنحاء العالم، حيث ظلت ما يربو عن 7500 عاما قبل الميلاد كحضارة ذات طابع يحمل دلالات الانتشار والتوسع في قلوب من يمتهنون التحدث عنها كأقدم الحضارات الإنسانية. كرمة هي العمر للمدينة 7500 سنة قبل الميلاد، وكرمة هي واحدة من أروع الحضارات من خلال ما قمتم بتسجيله أو تصويره عبر متحف مجمع حضارة كرمة. وعلى ما تظهره المشاهد من صور لفترات زمنية مختلفة لحضارة كرمة بمنحوتاتها ومقتنياتها ومقابر تشهد على عظمة أجيال ظلوا أسماء في حياتنا المعاصرة نتحدث عنها وتتحدث عن مآثرها أجيال حاضرة كجزء من حضارتنا السودانية وامتداد لتاريخ أمة صاغت لنفسها كلمات من الحب والفخار على صفحات المجد والعزة. هنا عندنا متحف حضارة كرمة اللي هو يعتبر متحف موقعي موجود في بنتعرف على الصالات الموجودة في المتحف. أول حاجة بنبدأ من فترات ما قبل التاريخ، اللي هي بتمثل المواقع في المنطقة اللي هي موقع وادي العرب والبرقة، وبعدها بتجي فترة ما قبل كرمة تضمن لنا فترة كرمة اللي هي بتتقسم على الفترات الحضارية كرمة القديمة والوسيطة والكلاسيكية الدولة المصرية الحديثة اللي هي، وبعدها كانت فترة العصر المسيحي والإسلامي والتراث الثقافي الموجود في المنطقة. طبعا هنا في المتحف هنا التماثيل تعتبر من أهم الاكتشاف بالموقع، هي التماثيل هنا المين بتاع المتحف حضارة كرمة. ولعل المتأمل في وجوه هؤلاء الذين سادوا الأرض حقبا تاريخية طويلة كانوا يؤمنون بأن منطق القوة يكمن في سر الوحدة والبقاء على ماضي الآباء والأجداد وجذور أمة ملأ ذكرها الآفاق، ما يزال يتغنى على وقع أقدامهم جيل بأكمله وشعب من خلفه يردد أغنيات للزمن والجغرافيا وللوطن والتاريخ. من حلف سلام، من حلف سلام، من عبر سلام، من كرمة سلام، النوبة شمال اركوني سلام. الحضارة تشكلها قدرة الإنسان على التعاطي مع حيثيات المكان والزمان، كما للفنون قدرتها المباشرة على تجميع الشعوب إذا ما توافرت الإرادة وخلصت النوايا لتحقيق أمنية توصف في أقل مستوياتها بالغالية، والغاليات نفوس أمة تبحث عن مستقبل موجود بقدر تواجده بين من لا يفرقون بينه وأبنائهم، يعيشون واقع التواصل والتداخل والانصهار. شكرا جميلا للزميل أحمد هلالي للنقلة الجميلة اللي خليتنا نتجول في الولاية الشمالية والحضارة وكرمة والتنوع الثقافي اللي نحن شفناه من خلال التقرير. شاكرين ومقدرين لكم، تحية صباحية عبر صباح الشروق.